أشاد السفير المصري في البلاد مواقف دولة الكويت من مصر ووقوفها إلى جانب الشعب المصري على الدوام. تصريحات السفير المصري جاءت خلال حضوره حفل تدشين مبادرة موقع مصريون في الكويت لتحويل الأموال إلى مصر بالتزامن مع الاحتفالات بذكرى ثورة 25 من يناير، والتي تقام للعام الثالث على التوالي، وتستمر هذا العام لمدة 40 يوماً تحت شعار وانت بعيد تقدر تساعد. وتقام هذه المبادرة تحت رعاية السفير المصري وبالتعاون مع شركة لمزين للصيرفة وعدد من الجهات الراعية. دولة الكويت الشقيقة يعني أميرا وحكومة وشعبا تقف إلى جانب مصر في كل مراحلها منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن، وبرضو بغض النظر عن نظام الحكم اللي كان موجود، دولة الكويت الشقيقة تقف إلى صالح الشعب المصري. بعد ثورة 30 يونيو قدمت دعما كبيرا أيضا لخيارات الشعب المصري. الشعب المصري هو اللي بيختار نظام حكمه، هو اللي بيختار مين اللي يحكمه، وهو اللي بيختار حكومته. فبالتالي على كل الشعوب الصديقة والشقيقة أن تحترم إرادة الشعب المصري وتقف إلى جانبه. طبعا بالتنسيق مع الأخ السفير ومع الأخوان في الموقع مصريون في الكويت، رتبنا مع بعض الشركات المساهمة، تم الترتيب واتفاق معهم على أن يكون ليس فقط الأول يوم ولكن تستمر لمدة حوالي 40 يوم. احنا اتفقنا مع البنوك المصرية على الأقل، يعني احنا شلنا اللي خصنا، فالتبقي كله تكلفه، ما عادت فيه يعني بعد التكلفه، بس اول يوم هو مجاني تماما. شركه تمزيني تتحمل مصاريف التحويل على عاتق شركه تمزيني. الايام المتبقيه شلنا تقريبا الربح اللي هو 25%، وحافظنا فقط على يعني التكلفه نفسها.